منتخب. يعني انت كنت فين ساعتها؟ انت يعني خلي بال حضرتك، مشكلتنا ان احنا بننسى او لا بس احنا مش ناسيين، لا 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 احنا لا 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 مركزين مش جدا في ننسى بس، التفاصيل او دي. لا خلينا طبعا صح اللفظ، نتناسى نتناسى قصه ان انا كنت مسؤول في يوم من الايام وفي بوزيشن معين، وجيت لقيت نفسي في حاجه تانية خالص فغير قناعاتي. استاذ منعم، الناس ما هو نفس تنساش. الشخص نفسه من كام شهر على واقعه المنتخب الاولمبي قال لك دكه المنتخب اهم من مليون نادي، دلوقتي على بيقول لك فكره دي حقيقه طبعا. ازاي يعني دلوقتي يقول لك مش هو هنودي. النهارده فين بقى الوطنيه؟ شوبير النهارده عامل تغريده حلوه قايل فيها ايه؟ يا جماعه انا بقيت دولي. حلو قوي، لعيب جميله دولي. جدا. لعيبه لعيب دولي، يعني ايه لعيب دولي؟ يعني دافعت عن وال منتخب مصر، يعني انت زي الجندي في الميدان، يعني انت خلاص صنفت دوليا. لما تيجي تعتزل او يجي يتقال عنك اللاعب الدولي، ناس بتتمنى هذه الكلمه. انما ما ينفعش مدير، ما ينفعش واحد مسؤول في نادي يقول لك انا ايه، انا مش عايز اودي اللعيبه بتاعتي للمنتخب وهطالب بهذا الكلام في مجلس اداره. هو الاداره دي هتوافق على كده؟ يعني انا مستغرب بصراحه ومندهش، يعني لان بصراحه كلام غريب هل جدا. تتوقع تناول الاعلام للموضوع ده؟ بالمقارنه لا بتناول لا الاعلام لا لا لموضوعات لا لا لانه كلام يعني اكبر، يعني اصغر منه يتم تداوله بصراحه، لانه اللعيبه نفسها مش هترضى. اللعيبه نفسها لما تلاقي نفسها عندها لا انا استدعاء. بتكلم على انتماءات البعض لما بيجي يتناول موضوعات تخص الاهلي بيعمل موضوع من لا موضوع. ممكن في واقعه زي دي في ناس مهتمه نفسها مش شايفه. طب ما هو الاهلي ضحى بكتير في اوقات كتيره جدا بلعيبه راحت مع المنتخب، واظن في كاس عالم كاس اللي هي امم افريقيا كاس امم افريقيا كانت اللعيبه مع المنتخب والاهلي عنده وكاس كاس عالم عالم للانديه، للانديه لما سابهم في اول مباراه واللي كسبها كمان ساعتها. وقتها كل قال لك الوطنيه يا جماعه، والاهلي اصلا سايب اللعيبه. بص هذه القضيه لا جدال ولا نقاش فيها، واللي يتكلم فيها يبقى محتاج شويه تنظيم في افكاره عشان خاطر يطلع الكلام صح.